والكتب من ملذات الحياة، يعني تأنس، لأن مجالسة الكتاب أحسن من مجالسة أي شيء في الدنيا. أنا ما عندي أصدقاء ولا عندي مزرعة ولا عندي رحلات ولا عندي، فغالب يعني متعتي في هذا، أدور حول هذا. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.